غيت مروان يثير جدلا كبيرا بعد اعلان نارين بيوتي عن البراند الخاص بها، وانتقادات كثيره موجهه لليوتيوبر سيدرا بيوتي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. اول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر سيدرا بيوتي التي نشرت بوست اليوم عن لون شعرها الجديد، حيث اعتمدت اللون الوردي، واغلب المتابعين تركوا التعليق عن لون شعر سيدرا الجديد وقاموا بانتقادها بانها لجأت الى البوتوكس والفيلر اي عملية التجميل. الله شوفوا هون، اي 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 نارين، واو. شو رايك نبيعون هدول سيدرا؟ هذا مو بينك، شو هاللون؟ ها لا هو لانه الضوء هو روز جولد. اه حلوه بس لانه الضوء عنا ما بدي احكي. اوكي خلاص، الف مبروك نارو، اي لاف يو سو ماتش. يا جماعه اكتبوا لي رايكم، لبس نارين بجنن. بعد أن قامت اليوم نارين بيوتي بالإعلان عن البراند الخاص بها، وهي كولكشن ملابس حملت اسم نارين ليموناد، قام غيث مروان بنشر ستوري علق عليه لو نسيت من وين نشتري ثيابي بعرف من هاي الصفحة، والأغلب يتوقعون أن غيث مروان يقصد بهذا الستوري براند نارين بيوتي. وأيضا قام غيث مروان اليوم بنشر بوست جديد على صفحته بالإنستغرام بكابشن غزل، وعلق عليه لو بدي موت من الجوع، لو بدي ضل شوف أحمد قربوع، ما بقدر انحرم منك اسبوع. والاغلب يتوقعون ان غيث مروان لقي عروسته في سوريا، وايضا اغلب المتابعين علقوا على ان غيث مروان قام بتنزيل فيديو اليوم بتزامن مع اعلان نارين بيوتي عن البراند الخاص بها، فهل تتوقعون انها مجرد صدفه؟ رايكم بخصوص هذا الخبر. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، بشوفكم في الفيديو.